خلصنا من تصوير مدينة الستروم، فراح بنفس الوقت راح أصور لكم مدينة الستروم من قريبا من هنا. فهاي محطة الباصات، ويقدر الواحد يشتري البيلت مثل ما تلاحظون. هاي من نارفزن، هاي نارفزن، يقدر يشتري الواحد بليت منه ويذهب إلى سترومن من الباص، يعني أما بالباص أو بالقطار. هذه محطة القطار، أخذت من الشوسك البليت، وواحد يقدر ينتظر هنا 100 رقم الباص أو 110 إلى سترومن، لونه أحمر. هذا هو الباص اللي يذهب إلى سترومن. جيت من ليلة ستروم، نزلت بهذا الموقف مع الباصات إلى مدينة سترومن. هذا هو سنتر مدينة سترومن، وأقرب مكان للشوبك سنتر. لكن محطة القطار ومحطة الباصات بالجانب الآخر، خلف الشوبك سنتر. هاي المكتب عمال، وهذا هو الشوبينج سنتر. هذا سترومن ستور سنتر، هذا هو الشوبينج سنتر مال مدينة سترومن. هاي جينا منها من الباصات. هذا الشوبينج سنتر شوية أكبر وأوسع من الشوبينج سنتر اللي موجود بليلة ستروم. الشوبينج سنتر في الستروم شوية صغير، والممرات مالته شوية ضيقة، لكن هذا الشوبينج سنتر كثير حلو والممرات مالته واسعة. هاي احد الاماكن خروج الشوبينج سنتر، شوفكم المكان. هذا الشوبينج سنتر، هذا مكتب سفريات، في عروض كثير حلوة. هاي لو تلاحظون طائرة وهوتيل إلى تالين عاصمة أستونيا ب 2426، وفي عروض كثيرة. كل ما تلاحظون
هاي جزيرة كريتا 2480 ورودوس 4145 وقبرص 4095 في تركيا 3654 هاي باكر هاي سنة فلي وبوستيد والسفر من مطار أوسلو أسبوع واحد هاي كرواتيا 3795 مالوروكا 4445 هذا الطابق الثاني من شوبينج سنتر هذا الطابق الثالث اللي بي XXL بي باور كلها متجمعة احنا المدينة اللي بيها ما هاي اليوروبريس والباور والاكس اكس ال والبوهوس هذا الشيء ما موجود هاي الكيد مدينتنا الاكس اكس ال الوحد اليوروبريس الوحد هذا مطعم إيطالي وتابع للشوبينج سنتر هاي محطة القطار مع السترومن والمناطق المحيطة بها هاي هي محطة قطار سترومن
والشوبينج سنتر بهذا الاتجاه.